سيتحقق حلمك يوما. لا تدع أحدا يخبرك بأنك لا تستطيع الوصول إلى حلمك. إن كان لديك حلم فيجب أن تحميه وتسعى إليه. ستصل إلى هذا الحلم وسيحدث وستعيشه بكامل تفاصيله. إنهم يحلمون كثيرا ولكنهم لا يستطيعون تحقيق أحلامهم، لذا يخبرونك بأنك لا تستطيع أنت أيضا. أخبرهم بأنك تستطيع. أثبت لهم أنهم مخطئون وأنك تستطيع فعل الكثير. أعطهم أمانا بأن الأحلام تتحقق فعلا، وأعطهم درسا عظيما عن قدرات الله العظيم. أخبرهم أنه بالعبادة والصلوات والذكر والأعمال الطيبة يتحقق كل حلم، ويسهل كل صعب، ويتيسر كل عسير. فلا تستمع أبدا لكلماتهم المحبطة. الفاشل لا يريدك أن تنجح، والناجح لا يريدك أن تتفوق عليه، والجاهل يخاف عليك من المجهول، والجاهل لا يعرف قدرات الله، والمحب يخاف عليك من المجهول. فلا تنصت لما يقولون عن أحلامك، بل اسعى وحاول قدر استطاعتك أن تصل لتحقيق حلمك.